رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان كي ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة سك سيقولوا أصلا كي الله سبحانه وتعالى بطرف أنه هنا قانا ميكونات العاقل والدي والمترجلة والديوس كسي كي عاقل والدين باشه زني كي خود رشبية مردها بكونه و دیوس کسی که نسبت به محارمش غیرت نداشته باشه.